أشاد خبراء بما حققته قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هانجو الصينية من نتائج، وقالوا إنها قدمت وصفات لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة إعمار النظام الاقتصادي العالمي. تابع الخبراء قمة مجموعة العشرين في هانجو التي عقدت في الصين لأول مرة، ونشروا التعليقات على الصفحة الرسمية لجمعية الكتاب الأردنية خلال القمة بشكل مستمر. وأعرب رئيس الجمعية أن هذه القمة تمتاز بمعنى خاص بعد أن ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا تحدث فيه عن رأي الصيني لإنعاش الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الصين أول دولة مضيفة رفعت تدابير حل فعالة في القمة، مما أبرز عزمها وقدرتها على إعادة إعمار النظام الاقتصادي العالمي وعكس وعيها بالمسؤولية كدولة كبيرة. أهمية القمة هذه ليس فقط في التمثيل الذي كان داخل القمة، لكن من خطاب الرئيس شي الذي ألقاه في المؤتمر الافتتاحي، تحويل الصين لها إلى قمة أكثر فعالية. يعني خطاب الرئيس شي قد اشتمل على قضايا أساسية يجب على الدول أن تقوم بتنفيذها. ويرى مروان أن اقتراحات شي بشأن المشاكل والخلافات في الاقتصاد العالمي بأن تلتزم المجموعة بعدم اتخاذ تدابير حمائية جديدة وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ودفع تحرير التجارة والاستثمار هي اقتراحات جيدة جدا. هذا الاقتصاد يشهد تباطؤ، يشهد فرض الدول الرأسمالية قيود حمائية على اقتصاداتها ومنع الاستثمار بصورة كبيرة. تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد نافع للدول في البلدان الفقيرة خاصة والنامية إلى اقتصاد عسكري بالدرجة الأولى. خطاب الرئيس شي كان دافعا للتفكير في اقتصاد جديد في العالم، فتح حوافز كبيرة للاستثمار، تخفيف من قضايا الحمائية التي فرضتها الدول الرأسمالية. ويرى مروان أن أبرز ميزة على القمة هي أن الصين وفي خلفية تراجع الاقتصاد العالمي وانتظار الدول لانتعاش الاقتصاد قدمت وصفات شاملة وفعالة للاقتصاد، مما رسم خطة جديدة لإعادة إعمار نظام الاقتصاد العالمي الجديد. هذه الخطة أو خطة الطريق التي طرحها الرئيس شي مهمة جدا، إذا اتخذتها الدول كسبيل لها سوف تفضي إلى حلحلة في الاقتصاد العالمي. الصين تريد حلحلة الاقتصاد، حلحلة السياسة العالمية، أن يصبح هناك تراجع في النظرة العسكرية والنظرة الحربية لهذه الدول، وأن تجتمع جميعا من أجل تسيير اقتصاد أو إقامة اقتصاد عالمي يقوم على التعاون الدولي، وهو بالمناسبة يعني في صالح الصين وصالح كل الدول.